على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بالتأكيد على التزام التعليمات الصحية التي تصدر من الجهات المختصة وكذلك التعليمات الأمنية في البقاء في البيوت والتزام البقاء فيها حرصا على سلامة الفرد وكذلك سلامة المجتمع، تجنب المخالطة وتجنب المصافحة وكذلك الابتعاد ما أمكن حتى نساهم بهذا السلوك الاجتماعي في الحد من انتشار هذا الفيروس وبالتالي إن شاء الله تعالى انجلائه وذهابه عن الأمة. تعليقكم فضيلة الشيخ وحثكم على أولئك الذين قد يبدون تساهلا معينا في مثل هذه الاحترازات وهذه التوصيات الطبية. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في هذه الفترة والعالم أجمع في أزمة نادرة من نوعها، انتشار هذا الفيروس بهذه الطريقة يعني من الأمور العجيبة، والله عز وجل أحكم الحاكمين، وهو سبحانه وتعالى قد قدر ذلك بحكمته البالغة جل وعلا، وعلى الإنسان أن يفعل الأسباب التي يتقي بها انتقال العدوى، وهذا منهج شرعي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال: لا يورد ممرض على مصح. ولما أتى رجل مع وفد ثقيف وكان مجذوما والجذام مرض معدي، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام: إن قد بايعناك فارجع. فهذه من فعل الأسباب، فعل الأسباب هو جزء من التوكل على الله عز وجل، لأن حقيقة التوكل تعني صدق اعتماد القلب على الله سبحانه مع فعل الأسباب المأذون فيها. والدولة عندنا المملكة العربية السعودية أيدها الله من باب حرصها على مواطنيها وعلى المقيمين أيضا على أراضيها، أصدرت عدة توجيهات من أجل سلامتهم وسلامة أرواحهم وللحد من انتشار العدوى ومحاصرتها والقضاء عليها. وهذه التوجيهات، سواء التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة أو من غيرها، على الجميع الالتزام بها، لأنها فيها حماية للفرد وحماية للمجتمع جميعا. ونحن نرى الآن في الإحصائيات التي تصدر عن وزارات الصحة عموما، أكبر سبب من أسباب انتشار العدوى هو المخالطة، ولذلك فالبقاء في البيوت وعدم المخالطة هو أكبر سبب بإذن الله تعالى لمحاصرة هذا الفيروس. ويلاحظ أن من الناس من يتساهل في هذا، وهذا خطأ كبير، لأنه بذلك يجر البلاء لنفسه ولغيره من المجتمع. فعلى الإنسان أن يلتزم بهذه التوجيهات وهذه التعليمات التي هو المستفيد منها أولا، ثم كذلك المجتمع يستفيد من ذلك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ.